اهلا بكم مره تانية. رجعنا عشان نبتدي بقى كلامنا فيها، يعني الفقره الحواريه الاولى من حلقتنا النهارده. والحقيقه النهارده عندنا ماتش مع انبي عايزين نتكلم عنه، وعايزين نتكلم عن اللي جاي ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. الشكل العام والصوره العامه بتقول ان اللي جاي هيبقى شكله ايه. ده جانب من الجوانب اللي هنتكلم فيها النهارده مع طبعا ضيفنا اللي منورنا كابتن ضياء عبد الصمد نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في البرنامج. صباح الفل عليك كابتن. صباح الفل يا كريم. صباح الفل انت. صباح الخير يا كابتن. وهبدا بقى من ملف اتكلمنا عنه انا وكريم في بدايه الحلقه، ونقطه مهمه لان مؤخرا بقى الموضوع غريب شويه. هو مش مؤخرا بصراحه، هو فتره بقى لها كتيره جدا التركيز مع النادي الاهلي بشكل بشع. يعني حتى في اشخاص ما بتركزش مع نفسها على قد ما بتركز مع النادي الاهلي، وخد المعلومه من عندي ومين ماشي ومين جاي وصفقات ومشاكل يقول لك بيصدرها مش عارف مين. يعني الوضع دمه تقيل حتى لو احنا لا نلتفت كجماهير، بس ليه يعني ليه دلوقتي وفي فترات معينه تلاقي الضغط بشكل كبير بعد كده يبقى تمام مع ان يجي ضغط تاني، او استغلال مثلا مواقف، ولا ايه الوضع بالظبط؟ انا عايز اقول حاجه. الموضوع فعلا زي ما انت بتقولي ريحته فاحت وبشكل مش طبيعي. بمعنى انا كنادي اهلي لو اتكلمنا على البطولات الخاصه بالدوري العام، واخد كام بطوله؟ 42. تمام؟ كل فرق مصر واخده كام بطوله؟ تقريبا النص او اقل من النص. نمره اتنين. عمرك ما هتلاقي فرقه طول عمرها هتفضل في الطب ومش هتنزل تستريح استراحه مقاتل محارب. وارد جدا ده. ريال مدريد عملتها قبل كده سنه والتانية، وبعد كده بدات تخش وراحتها بقى. فده الطبيعي، لان ده لو ما حصلش يبقى ده اللي هو مش طبيعي. فعادي جدا ان انا اريح سنه اريح اتنين، ما فيش مشكله بالنسبه لي. ايه المشكله في ايه بقى؟ وده الأهم، وده المحور اللي لازم يعمل عليه مجلس الإدارة ويعمل عليه جهاز الكورة الشغل الأكبر السنة الجاية. إيه الأخطاء؟ أنا لازم أتعلم خطأي علشان أبدأ أستفيد، وإلا المشكلة تبقى هتتفاقم بالنسبة لي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا كفريق كورة وأنا كنادي أهلي عندي مشكلة وظهرت جدا بالنسبة لي السنة دي، ألا وهي خط الدفاع، ألا وهي إن أي حد بدأ يتجرأ عليا. كريم انت مش متخيل، يعني من هنقول من 6 7 8 سنين اللي كان بيجيب جول كان ممكن بيتسوق في النادي الاهلي، يجيب جول في النادي الاهلي بيتسوق من خلاله ويروح حته كويسه. صدقني في اللي بقوله لك. وكان في لعيبه، معلش انا بتكلم فيها عشان دي حته دي في ملعبي انا. لما حد يقول لك ده انا النهارده هلعب قدام فلان، طب انا ببقى مش قادر، ببقى عقبال ما بخش في المباراه واستوعب ان انا بلعب قدام فلان، اقسم بالله الكلام ده بيحصل، بيبقى عدى نص المباراه. ما بالك دلوقتي اي حد، مع احترامي لكل الفرق، انا بتكلم في حته فنيه. ايوه طبعا. الاهلي اسم كبير، واللي يلعب قدام الاهلي بيحط نفسه انا. هم ماتشين كان في سموس، ماتشين هلعب قدام الاهلي، هلعب قدام فلان، وبالنسبه لي الموسم انتهى خلاص. فلازم هنقول استراحه محارب، استراحه مقاتل، فتره اوضب فيها ورقي، انظم فيها ورقي، ابدا اشتغل براحتي، اشوف العيوب اللي عندي. اصلا ايه اللي بعطره الورق ده؟ بص يا كريم، ايه اللي خلانا بقينا محتاجين نعيد ترتيب؟ انا شايف من وجهه نظري التالف او يعني الانسجام اللي بين اللعيبه وبين بعضها ما تمش بالشكل المفروض انه يتم فيه في النادي الاهلي. نمره واحد. لا مش فاهماها، يعني انسجام بين اللعيبه ازاي؟ اللعيبه اللي داخله جديده. لا لا لا، الشباب الصغير اللي لا لا لا، اللي داخلين جديد او احنا اشتريناهم او بالظبط اللي جولنا جديد. مكسيوني او سين من مش عارف من ان بي او من ان او من سين ايا كان. بس حتى المبدا نفسه. بس المبدأ. ده مش العادي، يعني احنا اي صفقه بتيجي بيبقى فيها على طول توافق بين اللعيبه. هو مش عادي، هو مش هي مش حاجه اساسيه ان انا اجيب لعيب ينصهر مع الخمسه سته الموجودين مع الفرقه. ما هو واضح النهارده. ده حصل مع بيرسي تاو بالمناسبه لفتره، يعني بالذات اول وجوده، اول تواجده، حتى ناس كتير علقت على. انا بقول ان بيرسي تاو لعيب مش وحش، لعيب كويس. بس المشكله ممكن في المعامله او في الطريقه او في الانسجام او في التكيف بتاعه. التكيف بتاعي يا كريم غير التكيف بتاعك. انت ممكن تستوعب معلومه في ربع ساعه، انا اقعد ساعتين عقبال ما استوعب المعلومه اللي انت بتتكلمني فيها ديت. هو مع اللعيبه في ايه؟ الحته دي مهمه جدا على فكره. وعلى فكره اي حد داخل على النادي الاهلي لازم يعرف حاجه. الاهلي، وقلت الكلام ده قبل كده، خمس ست بطولات غير منتخب بتاعه اذا كان سواء في مصر او في بلد تانية. نمره اتنين التحمل العام بتاعه. نمره تلاته البدني. نمره اربعه لازم يعرف ان هو فريق قاعد بيلعب في فريق ما بيقبلش غير بطوله واداء وشكل.
الحته دي مش سهله، فتيجي في الاول في الاختيار. انا اختياري لفلان بفضل متابعه شهر اتنين تلاتة سنة عشان أبدأ أجيب لعيبة أقول ده فعلا هينفعني وهيخدم عليا في النادي الأهلي ولا لا. نمرة ثلاثة، مش كل لعيب بيتحط في بوزيشن بتاعه أو في مركزه أو في مكانه ممكن في نهاياته يكمل كمان سنة واتنين، وبتكلم على الحتة دي كويس قوي، في نهاياته يكمل كمان سنة واتنين. في لعيبة ما تقدرش تستوعب، يعني بمعنى لو هنقول على زمان، ايام زمان، معلش انا هحضر جيل مش هجيب حد من الموجودين دلوقتي، كابتن ماهر همام، كابتن مدحت رمضان، كابتن حسام البدري، كابتن محمود صالح، في النهايات كابتن محمود الخطيب، في النهايات ما بقدرش اكمل زي ما ابتديت، فببدا اقول خلاص ستوب، انا هبدا اجيب حد هو في 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 في, في يعني اقول بدايه النهايه بالنسبه له، ابدا اعمل الاحلال والتجديد. فيمكن ديت برضو اختيارات ال 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 الجهاز ما كانتش موفقة جدا لبعض اللعيبة، وده طبيعي. وانا لما اطلع يا كريم انا وانا اقول ان انا عندي عيب في حتة معينة او عندي نقص في حاجة معينة، ده غلط؟ لا بالعكس، ده قمة الاحترام، قمة الكبر، قمة القوة، قمة الاحترام والموضوعية، وده طبيعي. احلال وتجديد بياخد فترة، بس المشكلة في دي ايه بقى؟ احلال وتجديد اجيب اتنين تلاتة ينصهروا مع 8 9. انا ما عنديش فتره اعداد برضه يا كابتن ضياء، يعني انا اتكلمت معاك في الحته دي، احنا قعدنا 3 سنين ما عندناش راحه، وبالذات الفتره. طب يبقى اختياراتي ايه انا هو امتى عشان ينسجم وانا بخش على بطولات؟ طب هقول لك حاجه، يبقى اختياراتي ايه بقى؟ لازم اجيب لعيب توب بالتوب، ما هو قبل ما هقعد شهر اتنين تلاتة انصهر واشوف لو جبت لعيب افريقي. بمعنى ايه توب التوب؟ يعني بمعنى يفهم على طول، يعني المنتاليتي بتاع دماغه تبقى جامده جدا وجاهزه. دي هنعرفها ازاي؟ ما هو القصه ان انا لما بختار، انا لما بختار مثلا، لما انا جبت مثلا بدر بنون انصهر بشكل كبير جدا مع الفريق لان دي شخصيته. لما جبت ميكسيوني انا ايش عرفني ان هو اجتماعيا هيبقى عامل ازاي؟ انا ببص على مش اجتماعي. طب هقول لك حاجه، لا بيحصل. طب بيحصل كتير جدا في بعض المديرين الفنيين قبل ما يجيبوا لعيبه في مصر هنا، بسال يعني انا كريم لاعب كان بيلعب عندك يا كريم، اقول اخلاقه ايه؟ انتمائه ايه؟ شكله ايه؟ ده انت ابو الله، ده انت شيء، ده انت جميل قوي يا كريم. ظروفه بره الملعب ايه؟ بيسهر ما بيسهرش؟ بيعمل ايه؟ لما بيقعد على الدكه بيعمل ايه؟ طب لما بيتغير بيعمل ايه؟ دراسه كامله والله بقى. احنا كمصر، احنا كبعض المديرين الفنيين كنا بنعمل كده، ما بالك بالنادي الاهلي؟ يبقى اللاعب اللي بيتحط تحت المنظار وتحت الرؤيه ان انا هجيبه، لازم بقى دي مشكله الراجل اللي بيسوق اللعيب اللي داخل النادي الاهلي. ما دخلش اللعيب جوه النادي الاهلي الا لما اكون متاكد مليار في الميه يعني واد انه هينصهر مع المجموعه اللي موجوده. شايف ان في لعيبه حاليه لا ترتقي لده، مش كده؟ للاسف هو مش بيقال ان ده لعيب محلي وده لعيب دولي، ده ما ينفعش يلعب منتخب، ده ما ينفعش يلعب نادي اهلي، لا ده يلعب نادي اهلي بس فقط لا غير، ما يلعبش منتخب. لعيب يلعب في اي مكان في الدوري، اي نادي في الدوري الا النادي الاهلي. ليه؟ ضعيف، ما يقدرش يتحمل عضلاته وبناياته في الاول، الاعداد بتاعه من الاول هو ناشئ، ما تحولش هي بطوله واحده بس. غير الجزء البدني كلمه حق لازم تتقال. هو انا لعيب النادي الاهلي واقع دايما في كل الازمنه تحت ضغط هستيري، كونها بس لعيبه في النادي الاهلي، عشان النقطه اللي حضرتك ابتديت الكلام بيها ان النادي الاهلي وجماهيره. كريم الناس لازم تعرف كده، ما بيردوش غير بالفوز. ما انا بقول لك هو اللي بيبني عماره 20 دور زي اللي بيبني عماره 4 ادوار. الاساس اللي بتحط ال 20 دور زي الاساس اللي بتحط الاربع ادوار، مستحيل. اللعيب بيبان من اساسات، يعني من صغره انت جايب السي في بتاعته، كان فين، بيلعب ايه، عمل ايه، منتخبات من نفس المنطلق تقييم حضرتك ايه للعيبه اللي تم تصعيدها مؤخرا من الناشئين؟ انا كنت مبسوط جدا بالمباراه الاولانيه اللي كسبنا فيها 3 وسيد غريب جاب هدفين، وكنت فعلا مع الجهاز الفني انه تاني مباراه ما يبتدوش. قول لي ليه؟ لو ابتدوا المباراه الثانيه مباشره بعد ما كسبنا 3 وجبنا هدفين والاداء كان شكل وراقي جدا وولاد صغنانين وطالعين 4 5 لعيبه لعبوا تمام كده، انا كواحد من الجمهور هبقى مستني ايه؟ انت تشوف على الاقل نفس اللي شفته، ده اضعف ونفس الجميع. الاهداف طبعا، ولو ما جابش زياد يبقى لازم يجيب، يعني كان هيبقى ظلم ليهم. ليه طبعا الوقت، بص عايزه تنجح المنظومه كويس، اختار الوقت اللي لاعب فيه الناشئ او اللعيب الجديد على النادي الاهلي. انا كلمه ناشئ دلوقتي لو انت عندك يعني اريحيه الاختيار على صعيد الوقت، انت في الفتره الاخيره معظم اللي حصل على عجاله، لان دي جد طبيعه الاحوال. يبقى لازم اطلع اقول انا يا جماعه دلوقتي انا بقيم الموضوع من اوله، برمته من اوله لاخره. أيوه. للظروف اللي انا متواجد فيه. اهلي ريح 5 6 7 لعيبه ايا كان عدد المريح. أيوه. لعيبه اتحملت على نفسها،
لعيبه حطت نفسها انها ممكن تبقى تتشاف مش كويسه او مش جيده عشان اسم النادي الاهلي، والكلام ده واضح لبعض اللعيبه في النادي الاهلي. لعيبه قالت انا مش اشكال عندي لو انا حاسس بشك خفيف في عضله في 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 مزق في شد في بتاع، مفيش مشكله بالنسبه لي بس انا اكمل. الكلام ده كله لازم يتحط في الاعتبار، لكن الظروف اللي اتحطت فيها اللعيبه دي برضو ظروف صعبه يا كريم. انت طبعًا في الاول طبعًا ممكن نهايه بفقد الدوري، ممكن اتعادل، ممكن ما اكسبش، ممكن اخسر، الاحتمالات وارده. قبل كده لما بحط اللعيب ببقى عارف احطه امتى في وجود اللعيبه دي. وعلشان كده انا بقول زمان غير دلوقتي. زمان كنت ممكن اعتمد على 14 لعيب 13 لعيب 15 لعيب فقط لا غير، والباقي بالنسبه لي عادي ما بيمثلش لي اهميه، والروتيشن اللي بيحصل من ال 14 15 لعيب دول فقط لا غير. دلوقتي لا، ليه؟ البطولات كترت والفتره بين كل مباراه والثانيه قليله. انا عشان اعمل ريكفرنج او اعمل استشفاء بالنسبه لي، انا النهارده لعبت، قلت الكلام ده في حلقه قبل كده معاك يا نواد، انا لعبت النهارده مثلا سي الاربع وعندي ماتش يوم السبت، بكره ايه؟ الخميس. بالنسبه لي ريكفرنج تدليك ومساج وساونا وجاكوزي وخلاص اوكي. يوم الجمعه هعمل ايه؟ هعمل كوره ثابته. هشتغل ايه؟ هوقفك ازاي ولا اقول ايه ولا في فترات قعدنا فيها 6 ايام او 7 ايام مفيش مشكله، لكن عشان استوعب خطه او شكل او طريقه انا جاي بيه عشان اخلي شكل النادي الاهلي في صوره معينه، على ما اعتقد صعب قوي. فدي اللي بتكلم فيها، ان اختيار الناشئين في الفتره دي هو اختيار حكيم، اختيار كويس. وعلى فكره خلاص الدوري خلص وعرفنا راح فين وجه منين، دلوقتي يبقى في اريحيه في اللعب. انا معليش ضغوط، يمكن لو ضغوط على المركز الثاني ولا بتاع لا ان شاء الله مفيش مشكله، لكن انا بتكلم انت نادي اهلي ولازم اللي يجي يا كابتن كريم، لازم اللي يجي يلعب في النادي الاهلي يبقى عارف حته كويس قوي. انا بلعب في النادي الاهلي طبعا. هو اعتقد معظمهم بيبقوا عارفين، بس في دروب بيعيشوا يعني في حته نواد انا بزعل منها. ما هو انا متربي جوه النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه لغايه ما لعبت درجه اولى، انا ببقى حاسسها والله يا نواد، ما بيحسش بيها غير الانتماء القوي. يعني نواد انا لو تعادلت مباراه اقسم بالله وانا في الناشئين يا جماعه، انا بتكلم بامانه والله، بلا اعرف اكل ولا اشرب ولا بص حتى ولا داخل في موظف الامن اللي قاعد على الباب احط وشي في الارض وانا داخل. ده تعادل يا كريم، تعادل مش خساره، مش خساره دوري ولا صحيح. شكل انا بتكلم بحرقه فعلا، صدقوني يا جماعه. لو سالتك سؤال مباشر كابتن ضياء وعايزك تجاوبني، يعني المشكله في اللعيبه حاليا ولا في الاداره الفنيه ولا في مين؟ هقول لك حاجه بقى بمنتهى الصراحه، يعني انا هكلمك بما يرضي الله. نمره واحد لعيبه، لعيبه طبعا ما نمرهمش اي عذر يعني. لا 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 لا، في حاله واحده بس، لو هم فعلا عندي 6-7 مصابين، عندي ظروف بقى مش قادر، وقتها اقول لك طب اعمل ايه؟ ما هو ما بلعبش كتير، ما خدش 6-7 ماتشات، اول مباراه بالنسبه له لما يرجع لها اللاعب ما بيوصلش للتوب فورم بتاعته غير من المباريات الرسميه يا كريم. اقعد العب 70 مباراه 100 مباراه ولاعب لاعب تاني 4-5 مباريات رسميه بكروت وبثلاثه بونت، هتلاقي الفرق بين ده وده سما وارض. دي نمره واحد. نمره اتنين الحته اللي اتكلمت فيها بقى، الانتماء بتاع النادي الاهلي اللي انا فعلا متربي جوه النادي الاهلي، ان انا بغل، ان انا ما اخسرش، اتربيت ان انا ما اخسرش ولا اتعادل ولا حد يلاقي بقى احسن مني. كريم الحته دي احنا اتربينا عليها، ده احنا كجماهير اتربينا عليها، احنا ما نعرفش اللي احنا فيه ده. انا مش عايز اقول يعني. كل شويه احنا ماتشنا مع الزمالك في 3-2 في 84 85 في دور الثمانيه لما كسبنا نجوم الزمالك باسماء الرنان، حد كان يتوقع ده؟ اقل حاجه هيخسروا 5-6 وايه وكوره واداء وشكل وكل حاجه، وبعدها كملنا ب4-5 لعيبه. الاداء والشكل ده بقى هو اللي عامل مشكله كبيره عند جماهير النادي الاهلي في الفتره الاخيره. فكره ان احنا نتعثر ورده، فكره ان انت تمر بمرحله تخسر ورده طبيعي، واخسر كمان واخسر مره واثنين، بس على الاقل لما الاداء والشكل والروح دي بقى اللي مزعله الناس. يعني ده اكتر حاجه مزعله. بص يا كريم، من الحاجات الكويسه في النادي الاهلي الناس لازم كلها تعرفها وبامانه، ان احنا هنا في 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 مصداقيه. وحش واطلع اقول انا وحش، انا هكابر في ايه؟ هي الامانه دلوقتي، الصوره باينه. يا نهار ده، انا بسمع ده، انا بسمع حاجات وبشوف حاجات هنكابر هي ما فيهاش. والله العظيم يا كريم بستحي، بس بقى خلاص. لا لا حاجه زعلت، انا وحش ولا يعني يا جماعه؟ ما هقول ايه بس يا جماعه؟ هو انا لما ببقى وحش يا كريم وانا اطلع اقول انا وحش ابقى انا كده؟ بس هقول لحضرتك حاجه برضو، انا وحش انا وحش في ممكن أسباب. اكون فتره بس في حتى لو في اسباب فتره وبرجع اقف بسرعه على رجلي. وحضرتك تفكرنا بقى تاريخيا، اكيد على مدار برضو الاهلي بنتكلم ان في دروب
وبعدين قمنا في دروب وبعدين قمنا تاني على رجلينا. ده وارد يحصل مع كل أندية العالم. بس تعال نقارن الفترة دي برضو بخبرتك كابتن ضياء بفترة سابقة أيام مثلا حضرتك وجيلك، هل في تشابه ما بين الأحداث شوية، الضغوطات يعني؟ خلينا نعرف. أول ما جه مانويل جوزيه كنا ما خدناش دوري وما كسبناش وما اشتغلناش كويس، بعدها عملنا إحلال. عارفة بتغيري جلدك، غيرنا جلدنا خلاص بقى، اللي يقدر علينا زي ما كنا بنقولوا الكلمه دي بتتاخد مننا. لما بنركب ما بننزلش. اللي حصلنا كسرنا، اللي حصلنا ولا حد يقدر كان يحصل. انا ليه بقول كده يا نهاوند؟ فعلا انا زعلان يا نهاوند. طبعا بس زعلان على ايه؟ على الحته اللي قالها كريم. ازعل بس امتى؟ لما اكون استحق فعلا ان انا اديت كل اللي عليا وطلعت كل اللي جوايا وانا مستحق. خلاص ربنا اراد كده وانا هخش في مشيئه ربنا. مستحيل الفتره دي حصلت. هو في مشيئه ربنا في الكوره يعني بشكل كبير. انا عايز اسال يعني، هل فكره ان انا التوفيق دي نقطه على فكره ان نفسي عايزه اعرفها؟ هل في الرياضه في حاجه اسمها يعني مثلا هقول مثلا ممكن حد يجي يقول لك يعني في الانديه الاوروبيه والانديه اللي مش عارف ايه، هل في حاجه اسمها برضه توفيق؟ يعني قصه التوفيق دي فعلا في الكوره؟ لو وصلناها الناس بتفهم كلمه توفيق. ربنا مش هيساند فريق يعني، ضد فريق مش حاجه اسمها كده. يهودي ما يعرفش ربنا اصلا. انا هقول لك اهو، لا التوفيق حاجه تانية. بمعنى ايه؟ فعلا التوفيق بيروح للي يستحقه. بمعنى انا تعبت النهارده وصحيت بدري وشقيت، ال- 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 الرزق بتاع ربنا واللي بيوصل للبني ادم ده غير مربوط تماما بديانتك ولا لا، مربوط بالعمل. اوكي. في يعني انا مش عشان انا راجل يهودي ولا انا راجل كافر ولا راجل كذا، بتقدر على ربنا بيديني على عملي مش على ديانتي. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا اقصد حته التوفيق دي انها ايه؟ انا عملت كل السبل، خدت كل الاسباب. في ممكن واحد يكون بره المنظومه بس موجود في المنظومه هو سبب عدم التوفيق بتاع ربنا. ممكن كان بيجي يحصل زمان، يجي حد مثلا نخسر او نتعادل او يحصل مشكله يقول له فتش في نفسك، انت عملت ايه غلط النهارده؟ يوه هات ورقه وقلم بقى يا باتن، هات ورقه وقلم ايه؟ امشي بقى يلا، انت شرير وحش يلا خلاص. فتوفيق ربنا بيروح لمن يستحق. بمعنى اتمرنت كويس، خدت احسن تشكيل، حطيت احسن مجموعه مع بعضها، اشتغلت على العيوب بتاعت المباراه يعني اللي قبل كده، خدت كل الاسباب. صحيح. يا كريم خدت. صحيح. كل الاسباب. بس ربنا على فكره مش عايز يديني، يمكن في حد محتاج اكتر مني. يبقى اللهم لا اعتراض. ونطلع فاصل ونرجع نكمل. ونرجع فاصل قهوة سادة بقى يا كريم لو سمحت. طيب كابتن ضياء طبعا لسه منورنا وعندنا تقريبا يعني 10 دقائق نقدر ان احنا نتناقش بقى في بقيه الملفات الخاصه طبعا بالكره المصريه والنادي الاهلي والتحكيم المصري والمشاكل وغيره يعني. طيب كابتن ضياء احنا اتكلمنا عن الدروب اللي ممكن النادي الاهلي يكون اتعرض ليه وقارناه بفتره برضو او فترات سابقه مر بيها النادي الاهلي ايضا. خلينا نبص بقى لقدام ونشوف دلوقتي الوضع عامل ازاي، لان ما زال برضو في لغط، ما زال في بعض الكلام حول سواريش الأفضل ليس الأفضل. هل أصلا دلوقتي التوقيت السليم أن أنا أحكم عليه ولا لأ؟ ناس بتقارن بفترة موسيماني، ناس بتقارن بفترة مانويل خوسيه. أول ما جه قال لك برضو الناس ما كانتش مقتنعة بيه، لكن الراجل قدر أن هو يبقى أو يحقق فترة من أفضل الفترات مع النادي الأهلي. يعني خليني من خبرة حضرتك نفهم الفترة دي. أنا واحد من الناس لو قالوا لي سألوني هقول إن طبعا سواريش ما أقدرش أقيمه في الفترة ديت، لأن الفترة دي هو ما اشتغلش فيها، وهفضل أصر أقول إن هو ما اشتغلش فيها. حد يطلع يقول لي ما هو قعد أسبوع ولا خمس ست أيام يعملوا لي إيه؟ خمس ست أيام مع هيكل فريق فيه خمسة ستة ولا سبعة ناشئين، مع ناس راجعة من إصابة، مع مستحيل أقدر أحكم على اللعيبة دي او على الفكر بتاع المدرب دوت. نمره اتنين، هو دلوقتي ابدا احاسبه بعد الموسم ما يخلص، وفي بدايات هيبان الشكل تماما، في طريقه وفي شكل وفي اسلوب انا اقدر العب بيه. حتى الماتشات الوديه وتدرجها هيبان عليه جدا ان هو عنده فكر فعلا مختلف عن الناس اللي قبل كده، او هو عنده فكر ماشي بيه صح. لما بدا يعرف كل كبيره وصغيره في 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 يعني نقول في مفهوم وادراك وامكانيات كل لعيب، الاختيارات اللي هو هيطلبها هل فعلا هتبقى مواكبه او بتتطابق مع الناس اللي موجوده في لجنه الكوره اللي تقول فعلا احنا محتاجين سيرد باك، لا احنا محتاجين باك ليفت، محتاجين باك رايت، محتاجين فيرويد، محتاجين سترايك، محتاجين ايا كان اللي بتكلم فيه. طب احنا مش المفروض ان النواقص اللي احنا محتاجينها
واضحه لوحدها، يعني هي فرضة نفسها في التوقيت ده. كريم هو بيتفرج على مباريات فقط، لغير ما بيمرنش. ما ممكن يكون الولد اللي هو ممكن يقول عليه انا مش محتاجه، لو اتمرن معاه هيطلع منه كل حاجه. وقيس على كده، في مدربين كتير جدا طلعت من لعيبه اللي مستخبي محدش قدر التاني يطلعه. ممكن انا اطلع من لعيب حاجه اشغله عليه انا شايفها فيه وحاسسها، وشايف ان لو اشتغلت عليها كتير برايفت موجوده معاه في 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 جمله اتنين في ثلاثه هاخد منه كل حاجه. وفي مدرب تاني بيموت لعيبه اتنين وتلاته. هو دلوقتي انا بعمل بتهيألي بحط في دماغي ان هو بيعمل استكشاف، بيقعد يعرف كل كبيره وصغيره في كل اللعيبه، بيعمل تقييم، ويعتبر ده تقييم. هو يعني متاخر شويه، واللي خلى الناس تبص في الحته دي النتائج مع خساره البطوله دي برضه بتعمل بتمثل ضغط عليه، بريشر عليه، ان هو مش عايز يقول ان انا اختياراتي غلط. لا، طب انت خد من الاول، انت دلوقتي خلاص، دلوقتي خلاص حبيب قلبي، انت جاي بقالك 10 12 مباراه، اتفضل تقييمك محتاج، وهيبان على فكره. لان انا زي ما بقول الاختيارات هي سبب انك تحصد بطولات مهمه جدا يا كريم. انا مش هجيب اي لعيب وخلاص يجي لي اسم يقول لي كذا، زي ما بقول لك لا، لازم اعمل بلغه الكوره كده او لغه الضباط والمباحث، انا بعمل تحريات عن سلوكياته، اصاباته، تاريخه، الاصابه، تاريخ الكوره بتاعه، تاريخ بيشوط ايه، بيعمل ايه. لما ممكن لعيب ليه كويس قوي قعد بره ال 18 اتحط على الدكه فورتينا، تلاقي الدنيا ولعت، سواء بقى اجنبي مش اجنبي، مصري مش مصري، الكلام ده كله بيفرق كتير. والكلام ده كله الفتره اللي الاهلي كان متسيد فيها كل البطولات، هتلاقي كل اللعيبه بتحب بعضها، كل اللعيبه بتفكر في اسم النادي الاهلي. وهو ده الفارق الوحيد اللي انا بحسه حتى مع كانت لعيبه زمايلي من انديه كبيره جدا جدا، الفارق الوحيد اللي كنت بحسه احنا مع بعض، احنا مع بعض. انا ما بفكرش في اسم ديار ولا نهواند ولا كريم، انا بفكر في اسم 10 الصبح في الاهلي، عايز البرنامج ده يبقى نمره واحد، يبقى من اول واحد من الكرو موجود هنا لاعلى واحد كله بيفكر ان البرنامج ينجح. لكن لو نهواند فكرت ان هي اللي تنجح وكريم ينجح وضياء اللي ينجح ومش عارف مين اللي ينجح، صدقني احنا هنفشل. طبعا. وهي دي اللي بتكلم فيها اختيارات، يمكن دي بعيده شويه عن الكوره، لكن ده في الكوره لا اساس دي الكرة. منظومه صح، اي منظومه صدقيني يا نهواند، هي دي اساس، ده اساس النجاح في الكوره. فانا بتكلم اختياراته براحته بقى، خلاص هو كده اوكي. لكن انا راجل عايز يجرب حاجه معينه، هيجربها ايه؟ زي باريس سان جيرمان على فكره، ما نفس البتاع ميسي. خلي بالك بقى السنه دي ميسي هيبقى شكله عامل ازاي. ميسي لما راح فرنسا عمل ايه؟ ده ميسي يا جماعه، معقوله؟ ما عملش حاجه. تايه يا كريم، تايه. دلوقتي جاب جول ولا اتنين وبيشغل اسيست، ايه وشغال معاه وربنا وفقه. مع ان برضو يعني هو مش ربنا وفقه. طب على فكره انا عايز ارجع برضو معاك لتفصيله كده، ان بقينا برضو بنشوف ناس كتير بيقعدوا على السقطه واللقطه زي ما بيتقال. يعني مثلا ايه، لو لما بييجوا مثلا يقيموا المدير الفني، فليكن الكلام مثلا على سوارش او في المطلق، عدوا بقى مرحله انعكاسات المدرب الفني في صوره اداء وهارموني في الفريق، سابوا بقى الجزئيه الفنيه والتقنيه، دخلوا حتى في الكاريزما بتاعته، بشوش ولا كئيب، الطريقه اللي بيقف بيها على الخط. كريم، ده مش تقييم، عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه تصيد. بمعنى ما دي الراجل اول يوم يجي فيه ومعاه التشكيل في ورقه، وانا عارف مين كريم، من ضياء، من هواندي، من محمد، عايز اقول لك الورقه دي بقى انتقدت برضه بالمناسبه. وانا بقول لك ده اسمه ايه؟ ده اسمه تصيد. ما هو جديد على المجتمع المصري او على الرياضيين او على او ان انا. طب اقول لك حاجه، انا كنت مره ماسك فرقه وفعلا ما اعرفش اللعيبه. ايوه. بسال حد قديم جنبي بقول له مين سريع هنا؟ انا عايز واحد سريع هنا. هو اسمه ايه دوت؟ هو ده غلط، لازم اطلع قدام الكاميرا واجي اقول عشان تعرف. والله العظيم ما كنتش اعرف اسمائهم، فعلا ما اعرفش اسمائهم. هعرف اسمائهم منين؟ ما هم مش مشهورين ومش معروفين، وبالنسبه لي ناس يعني مبهمه. فايه العيب لما ابص اكتب بوزيشن هنا كذا بقى كذا، وكاتب بحاجات معينه، ابص يا فلان كذا. طب في سؤال، هل اللغه مش عيب على فكرة؟ اللغه للمدير الفني بتفرق؟ يعني الانجليش اسهل من لما برتغالي، من لغه يعني الكوميونيكيشن، التواصل مع اللعيبه والترجمه، ممكن تعمل جاب. يعني في ناس اتكلمت في النقطه، تعمل بس مش بالصوره اللي انت متخيلاها، لان لغه الكوره واحده، والايماءات بتاعت وشك اثناء المكسب والخساره والتعادل والرضا وعدم الرضا واحده،
لكن اللي كانت دي في حته ايه بقى ايه طريقه التعبير عنها بس يعني انا عايز اوصلك حاجه كده مثلا يعني. عندنا خليك دكر جنت مثلا هو يمكن يقولها بمصطلح تاني انا ما فهموش يديني حكه خليك انا اعرف مان كده هي دي انا هقول لك عليها مثلا اقصد اقول لك فالايماءات دي بتبقى واضحه جدا للعيب الكوره ولا هي لغه واحده بتبان لكن اذكر ان جوارديولا لما راح يلعب في المانيا ومسك فرقه بايرن ميونخ اتعلم الدويتش الماني علشان ياخد اللغه العاميه في كلام باللغه العاميه تقدر الالماني يحفظوه ويعرفوه لما يتقال يتبسطوا جدا انا على ما اعتقد دي ممكن تفرق بس مش بالصوره اللي انت متخيلها في مصر او مع النادي الاهلي او مع مدرب جاي من بره بلغه لا هو جايب مدرب وكل حاجه بس بتقع اعتقها على ان المدرب او الراجل المترجم اللي موجود يوصلها باللي في دماغه المدرب اللي في دماغ المدرب للعيب محتاج منها ايه ممكن اقول كلمه ليها معنيين ثلاثه تمام ياخد معنى من الاثنين مش اللي هو قصده انه يوصلها له لكن لو لعيب مصري مع مدرب مصري هيوصل له ده لو عدى العضه دي خلاص أكيد. كده على كل حال انا محتاج ايه كابتن ضياء نورتنا الوقت للاسف خلص بس والله كانت فقره يعني جميله جدا شكرا لحضرتك نشوفك على خير قريب باذن الله تنورنا وان شاء الله الزياره الجايه بقى نكون بنتكلم فيها في مواضيع يعني اسعد شويه من اللي احنا كنا بنتكلم ان شاء الله نورت الدنيا ان شاء الله ربنا يخليك يا رب طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات وبمجرد العوده حضراتكم هتلاقوا نهاوند مع دكتوره دينا ابو السعود يكلموكم عن موضوع مهم جدا خليكم معانا